ولما اول مره قابلت ريم ونهى وبرنادات حسيت بقى كان في بقى اللي هو انفجارات في قلبي بتحصل، وحسيت ان انا لا انا عايزه اكون جزء من ده، وحسيت ان هما يعني كاني اللي هو ده اللي انا بدور عليه طول حياتي. لانه في حاجه نمطيه كده انه البنات ما بتعرفش تهزر، وانا بحب الهزار، فطول الوقت الناس بتقول لي ايه ده انتي البنت الوحيده اللي بتضحكني، فالحمد لله لقيت بنات تانية اللي هو ايوه هما كمان بيضحكوا. فحسيت ان احنا محتاجين اصلا نكسر النمط ده لانه مش حقيقي. البنت مش بيكون متوقع منها سبب انه او لما بتعمل كوميديا هو ممكن بس يكون عشان هي بنت، ففي فريم كده معينه محطوطه فيه انه لو بس لمحتي الحاجه حساسه شويه ايا يعني كان ايه هي او موضوع حساس وتقولي رايك او بتضحكي فالناس هتبدا فاهم اللي هو ايه ده لا عيب لا بالظبط. حين لو ولد عمل ده فده عادي نفس الحاجه عادي ده في مصر ده يعني ده في العموم كمجتمعنا ده يعني لو احنا قاعدين في كافيه وبنت عايز تقول حاجه هتعرف توطي صوتها، ولد لا فاهم قصدي؟ ده بالظبط بيحصل على المسرح.